كيف تسوي؟ يبقى زين، خلص تسوي انت اكثر على الولد يعني. خلاص تسوي لك بعد كذا اخوي وين؟ عشان يجي يشتغلون للوزاره. تمام. بس يومينك هذا اليوم. عشان ترى يجي تبعه. ويوه. فماذا لو تعرفوا يبقى تسوي؟ يجيب هو بعد كذا. اخوي مروان عرف. يعطيك العافية دكتور رباح، يعطيك العافية. بس بخصوص المادة اللي بعت لنا يعافيك. إياها على الإيميل ما رضيت تنزل عنا. مش مشكلة، رد بعثها كمان مرة، هي باوربوينت. خلاص تمام. بس ممكن تكون النسخة القديمة 2007. تمام إن شاء الله.
خير يا جماعة. يسعد مساكم ويعطيكم العافية. مساء النور، يعطيك العافية. مساك يا رب. العدد عندي صار 32 شخص، بس بدي أخذ الحضور. في عندي نرمين عودي موجودة. نرمين عودي آلاء الشروف موجودة. مصباح. مصباح موجود. يعطيك العافية أستاذ، بس هو الأسماء موجودة على اليمين، يعني ممكن أنت تأخذ منها إذا كان. مظبوط موجودة، بس في إشي حاطط آيفون، في آيفون، في آيباد، في هو بس آيفون الموجود، بس حتى الآيباد موجود هنا اسمها ساجدة. في ساجدة في آيفون علاء، بس عندي علاء على إنه أكثر من واحد. خلاص توكل الله، شوف اللي تشوفه مناسب. ماشي. محمد رائد موجود. محمد رائد. تسنيم حوشية موجودة. تسنيم موجودة. مادلين صوافطة. مادلين موجودة أستاذ. تيمة تمام موجودة. موجودة. محمد الهباش. محمد الهباش موجود. نايف الأغا موجود. نعم موجود. يوسف رمضان موجود. موجود. لبنى تصلك. نعم أستاذ. نعم. تكا فريحة موجودة. مصباح المدهون. مصباح أمل عطلة. أمل موجودة. رشا عبد الرازق موجودة. طاهر أبو هربيد. طاهر أبو هربيد موجود.
اسلام حمارشي. اسلام موجود؟ عبد الجواد دعاس. عبد الجواد موجود؟ ربيع ابو شمله. ربيع موجود؟ محمود ستيتي. محمود ستيتي موجود؟ جمان حسين موجود؟ موجود يا استاذ، موجود. احمد فارس موجود؟ موجود. يوسف ابو سمره. محمد عليان موجود استاذ، موجود. ايمن تفاحه. الله يسعد مساكم. حاضر. سعد مساك. ولاء ابو رعد موجوده. احمد الاسطل موجود استاذ. انيس ابو فيلات. انيس منذر موجود. معن ابو عره. معن موجود. دعاء اسماعيل. نعم موجود. اكرم موجود. محمد طه موجود. موجود محمد طه. محمد حسين. محمد حسين. مصطفى حسين. رهف الطاهر. رهف موجود. رهف الطاهر. عبير ابو زيد. زايد عبير موجوده. لما ابو الحمص موجوده. مريم سليمان. مريم. حنين أحمد. مريم موجودة. رشا السعداوي. حنين أحمد موجودة. رشا. رشا السعداوي. محمد سمودي. محمد سليم موجود؟ موجود موجود. آلاء صالح. أيوة موجود. محمد موسى. محمد يوسف إبراهيم موسى موجود؟ أحمد دار خليل. أحمد دار خليل موجود. وأحمد محمد موسى موجود. نائل محمد زيدان موجود. إياد الكرونز صحيح موجود. علاء جلال التميمي يسعد مساك موجود. يسعد مساك. ولاء السلامين موجود. عبير صالح موجودة. أمجد عبد الجواد. أمجد عبد الجواد. مصباح المدهون. نرمين عودي. أمل عطلة. آلاء الشروف. محمد رائد. طيب أوكي. يسعد مساكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم في اللقاء الثالث من المساق الصف اللي سميناه الكراش كورس.
أنا اسمي رباح الجمال، في الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني، بشتغل في دائرة العينات وأطر المعاينة والمنهجيات. بعد إذنك بس تأكد أنه أحمد فارس موجود. أحمد فارس يعطيك العافية. محمد موسى موجود. سجلت محمد موسى. أحمد فارس في أول الأسماء فوق. بعرف بس لأنه مش مرتبة. أنيس فارس. أحمد فارس موجود، مسجل موجود. أي نعم، شكرا شكرا. يعطيك العافية. أنيس أول فارس موجود. طبعا زي ما حكينا في اليوم راح يكون عندي اللي هو اللقاء الثالث. اللقاء الأول حكى عن نحكي كيف تم المشاركين وكيف وصلتوا لهين، وحكى عن برنامج هارفارد شو المواضيع اللي بغطيها. واللقاء الثاني حكى عن اللي هي أساسيات علم البيانات أو مقدمة إلى علم البيانات، بالإضافة إلى بعض التطبيقات اللي بيقوموا فيها أو اللي بتم تطبيقها على في جميع المجالات، سواء كان اقتصادية، صناعية، تجارة، زراعة. اليوم راح نحكي إشي مختلف. اليوم راح نحكي عن الـ Basic of Data Science. طبعاً هي الموضوع اللي راح نحكي عنه موضوع إحصائي، بس هذا الموضوع كمان راح يفيدكم اللي هي في الـ Data Science، يعني على أساس يكون في عندكم مفاهيم واضحة اللي هي لاستخدامات الداتا ساينس، شو المقصود في البيانات، شو المقصود في المعلومات، شو المعرفة، شو المؤشر، شو المقصود في المؤشر، شو البيانات الوصفية. نحكي بنسمع عن البيانات الوصفية الميتي داتا، شو المقصود فيها. كمان نحكي عن الإحصاءات الرسمية زي الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني. نحكي عن المصطلحات الإحصائية، شو المقصود في المصطلح. وراح نحكي عن اللي هي أخلاقيات الإحصائية، يعني نعرف لكل مهنة فيها أخلاقيات، وكمان هنا في عندي أخلاقيات للإحصائيين. فهاي كل المواضيع اللي راح نغطيها اليوم. طبعا حاولنا يكون في عندي مجموعة من الأمثلة على كل موضوع من الموضوعات عشان تكون الفكرة واضحة وسهلة لكم. طبعا ابعدنا عن خلينا نقول شيء له علاقه في الاحصاء كاحصاء، حبينا بس ناخذ اللي هي المفاهيم اللي بتم استخدامها زي ما حكينا عن البيانات، المعلومات، المعرفه، شو الفرق بينياتهم. راح اعملكم شير للماده. Thank you.
ظهرت عندكم؟ نعم صحيح. ظهرت. طبعا زي ما حكينا موضوع اليوم راح يكون عن البيانات، شيل بيانات الداتا، شو المعلومات، الفرق بين البيانات والمعلومات، وراح يكون في عندي اللي هي النوليدج، المعرفة، الفرق بينياتهن الثلاث، وشو المؤشر المقصود فيه، وشو البيانات الوصفية اللي دائما نسمع عنها، الميتا داتا، وراح نحكي عن الإحصاءات الرسمية، شو المقصود في الإحصاءات الرسمية بشكل مبسط، وراح نحكي عن المصطلحات الإحصائية ونعطي أمثلة عنها، وراح نيجي في النهاية للأخلاقيات الإحصائية. طبعا زي ما حكينا هدول كلياتهن راح يفيدنا لقدام في علم البيانات. طبعا شو المقصود في البيانات؟ البيانات هي عبارة عن حقائق غير منظمة، يعني لا تفيد في اتخاذ القرار. نعطي أمثلة، يعني عندنا في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عندنا مجموعة كبيرة من البيانات، في عندنا بيانات عن البطالة، في عندنا بيانات عن الظروف الاجتماعية، في عندنا بيانات عن السكان، في عندنا بيانات عن الاقتصاد. المقصود في البيانات اللي هي الروداتا، البيانات الخام بنسميها الغير مؤهلة، يعني إذا أنا بعطيك الملف تتفرج عليه مش راح تعرف شو هاي البيانات الموجودة بين إيديك، بيانات مالية، بيانات نوعية، كمية، فهاي هي البيانات الموجودة. هاي البيانات ممكن تكون موجودة على شكل أرقام، أو ممكن تكون كنصوص، أو ممكن تكون موجودة كوحدات بت أو بايت، أو زي ما حكى الدكتور خالد تيرا بايت أو زيتا بايت، اللي هي مخزنة في الذاكرة الإلكترونية تاعت الأجهزة أو أي ذاكرة إلكترونية، أو كمان اللي هي الحقائق اللي تكون مخزنة في ذهن الشخص أو الصور. يعني أعطيكم أمثلة، لما أجي أحكي مثلا شوكولاتة أو بدي أقول فريز شوكولاتة أو فانيلا أو كراميل أو حليب، تعني لكم إشي؟ تعني إشي هاي المعلومات؟ إذا الواحد يتفرج عليها راح يكون يعني كل واحد فيكم راح يعطي رأي بيختلف عن الثاني، مزبوط؟ لو جينا للمثال الثاني، في عندي هندسي. هندسي شو المقصود في هندسي؟ تخصص في جامعة، عدد مثلا خريجين الهندسة، إحصاء كمان نفس الإشي، تخصص الإحصاء، بس شو المقصود في تخصص الإحصاء؟ كدي عدد اللي تخرجوا في سنة معينة، في أكثر من سنة. كمبيوتر شو المقصود؟ لابتوب مثلا، تخصص، ديسكتوب. كمان اللي هي الرياضيات شو المقصود فيها؟ والعلوم الإدارية، هاي بتكون عندي على شكل بيانات، يعني لو اتفرجت عليها من النظرة الأولى مش معروفة عندي ولا بتدلني على أي إشي. لو جينا على المعلومات، شو المعلومات؟ المعلومات حقائق منظمة تفيد في اتخاذ القرار، وكمان لها تعريف ثاني اللي هي المعاني التي يدركها الإنسان. لو جينا للمثالين السابقات حكينا في عندي أنا شوكولاتة، في عندي فانيلا، في عندي حليب، بحكي هنا اللي هي نكهات السكاكر التي تم بيعها خلال الشهر الماضي، يعني صار في هاي، عرفت شو البيانات الموجودة عندي، إنه هاي اللي هي نكهات السكاكر اللي تم بيعها. كمان عندي التخصصات اللي كانت موجودة اللي هي تخصصات المتقدمين لبرنامج فكر وتعلم علم البيانات، يعني هين صار عندي البيانات تحولت لمعلومات، فصار أنا بعرف عن البيانات هاي الموجودة. يعني ليش هي؟ عرفت إنه نكهات السكاكر، الشوكولاتة والحليب، وكمان التخصصات اللي كانت مذكورة عرفت إنه هاي التخصصات اللي هي قدموا لبرنامج فكر وتعلم. في أي سؤال عليهن البيانات والمعلومات؟ سامعيني؟ سامعين. طيب لو جينا على المعرفة، شو المعرفة؟ المعرفة اللي هي إنه نعرف الحقائق عن طريق إيش؟ اللي هو العقل المجرد، أو إنه نكتسب المعلومة من خلال اللي هي إجراء تجربة وتفسير نتائج التجربة أو تفسير الخبر، أو من خلال إيش؟ التأمل في طبيعة الأشياء، من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين وقراءة استنتاجاتهم.
وكمان المعرفة مرتبطة بالبديهة والبحث لاكتشاف المجهول وتطوير الذات وتطوير التقنيات. انحكى في علم البيانات في المحاضرة السابقة إنه البيانات اللي هي نفط القرن 21، وحكاكم الدكتور إنه البيانات تكشف المجهول. يعني في عندي جزء أنا مجهول في البيانات، بقدر أطلع هذا الجزء من خلال البيانات الموجودة عندي. هنا المعرفة حكينا عن المعلومة، هسه المعرفة، المعرفة للمثالين السابقات نحكي عن النكهات الأكثر مبيعاً خلال الشهر الماضي. عرفت أنا النكهات الأكثر مبيعاً هي الشوكولاتة والفانيلا، مظبوط، والحليب. كمان عرفت إنه أكثر التخصصات المتقدمين في برنامج فكر وتعلم. المعلومة أعطتني إنه أنا في عندي تخصص هندسي وكمبيوتر علوم إدارية، هذول قدموا لبرنامج فكر وتعلم. لكن أنا عرفت إنه هذول هم أكثر التخصصات اللي قدموا لهذا البرنامج. واضح الفرق بين هن الثلاث؟ شيل البيانات، شيل المعلومة، شيل المعرفة. أكيد تمام عندكم. يعني كل واحد كمان اللي هو حسب تخصصه، حسب مجال عمله، ممكن كمان اللي يعطي أمثلة. معن موجود، معن أنيس موجود. أنيس موجود أنيس موجود. أنيس بدي أسألك وين بتشتغل؟ بشتغل في مدرسة دار الأيتام الإسلامية الصناعية وزارة الأوقاف. أعطيك العافية. الله يعافيك. بتقدر تعطيني شو في عندك بيانات؟ بتقدر توفر بيانات؟ شو متوفر عندك بيانات؟ يعني مثال عندك إنت شو في عندك بيانات؟ قليت إحنا بالنسبة لنا يعني كمؤسسة دار الأيتام الإسلامية الصناعية عندنا مجموعة من طلاب الأيتام ومجموعة أخرى من طلاب الحالات الاجتماعية، وكل ناس لهم ظروفهم، إشي لهم مساعدات، لهم إشي لهم تفاصيل، فممكن إنه هذه الأمور تعتبر بيانات قابلة للتجميع والترتيب والتنسيق لينعرف شو في حاجات لتمويلات، شو في كمان المعدات اللي عندنا الموجودة وكيف تجي وشو الاستهلاك اللي بصير، هاي كلها هالبيانات الموجودة داخل مؤسستنا. طب يعني أنا بقدر أقول إنه موجود أسماء عندك، أنت لو أعطيتني قائمة أسماء، هاي القائمة بتكون عندي اللي هي بيانات. مزبوط. أنت معطيني أسماء بس أنا بعرف شو هاي الأسماء. يعني كل اسم شو وراء معلوماته وتفاصيله وإيش زي هيك. أنت لما تضيف معلومات تعطيني هذا الاسم عنده مثلا مشكلة صحية، صح؟ صحيح. بعرف إنه هذا الاسم اللي هي معلومة عنه اللي هي صار اللي هو في عنده مشكلة صحية. ممكن أدخل اللي هي مجموعة من اللي هي المتغيرات الثانية عشان تساعدني إني أعرف إنه هذا الشخص إنه ممكن أقدم له مساعدات أو ما أقدمش مساعدات. بالضبط. فأنا عندي ثلاث مراحل، المرحلة الأولى عندي بيانات اللي هي بيانات الخام، المرحلة الثانية بيكون عندي اللي هو المعلومات، والمرحلة الثالثة بيكون عندي اللي هو المعرفة. فأنا أستاذ أعطي مثال. بس لو سمحتوا بس الميكروفين اللي بس اعملوا لي اياه موت. تفضلي المثال. انا بشتغل في مكتب الاتصالات، بقدم مثلا طلبات الاتصالات، بقدر اقول انه عندي البيانات اني انا بلم ارقام هويات واسماء اشخاص. في البيانات انا برن على الشركه باخذ معلومات عنهم، بقدر اقول المعرفه اني انا بقدر اقدم لهم يدخلوا طلبات او ما بقدروا يدخلوا الطلبات. مظبوط. فهاي هي عندي اللي هي الأساسيات اللي لازم أعرفها على أساس أروح اللي هي أشتغل في علم البيان. طبعاً هاي أساسيات برضو كمان اللي هو للإحصائي، يعني أي واحد بيشتغل في إحصاء لازم يكون يفرق بين البيان وبين المعلومة وبين كمان اللي هي المعرفة. يعني إحنا في الجهاز مثلاً لو يجي مثلاً مجلس الوزراء يقول لي أنا بدي تعطيني، تنعرف إنه في عنا إحنا جدول غلاء المعيشي، مظبوط، بيجي بقول لي أنا بدي تعطيني اللي هي شو نسبة غلاء المعيشة. إذا جيت أنا أعطيته الروداتا زي ما هي موجودة راح يقول لي شو مودي لي إنت، مظبوط. فأنا شو بعطيه مؤشر، بقول له إنه مثلا والله نسبة جدول غلاء المعيشة مثلا للشهر مثلا 2 أو 3 أو 4 أو لسنة كاملة مثلا 2.4%.
أساس إيه يأخذوا قرار اللي هو في اللي هو زيادة مثلا الرواتب. وحتى كمان برضو القطاع الخاص بيستخدموا هاي النسبة في زيادة اللي هو رواتب الموظفين الموجودين عندهم. منيجي للمؤشرات الانديكيتورز. كثير متفرج على تقارير نلقى اللي هي قائمة بالمؤشرات الموجودة عندهم، يعني أي تقرير إحصائي بيطلع بيكون فيه قائمة بالمؤشرات. شو المقصود في المؤشر؟ المؤشر هو بيعبر عن واقعة موجودة في زمن ومكان محدد، يعني ممكن تكون اللي هي رقم، يعني رقم كيف مثلا ممكن يكون اللي هي عندي عدد السكان في العام 2017 كدي عدد السكان فلسطين، هذا عدد رقم مطلق، أو يكون نسبي مثلا، مثلا خلينا نحكي نسبة النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي اللي هو الجي دي بي. كمان ممكن يكون عندي معدل، في عندي مؤشر اللي هو البطالة مزبوط، في كده عندي اللي هو معدل البطالة. هاي المؤشرات بتساعد في اتخاذ القرارات، يعني ممكن تكون قرارات على مستوى مؤسسات قطاع خاص أو قطاع حكومي أو حتى المؤسسات الجامعات والقطاع اللي هو الأهلي. فهذا هو عندي المؤشر. يعني أنا ما أشوف مؤشر، طبعا إحنا في الجهاز عندنا على صفحة الجهاز موجود دليل للمؤشرات، كل المؤشرات اللي بنتجها الإحصاء موجودة عندي ضمن دليل. فأي واحد فيكم مثلا بده يدخل على صفحة الجهاز، في عندي اللي هي دليل للمؤشرات، في عندي دليل للمصطلحات، بقدر أتفرج عليهن. المؤشرات تعطيني لأي إدارة تابعة لأي موضوع تابع سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو صحي، كمان بعطيني اللي هي السنة آخر تحت سنة السنة إله، وشو تعريف المؤشر وكيف بتم احتساب المؤشر، وكمان بعطيني اللي هو المصدر منين أجا هذا المؤشر. نيجي لإشي كثير الناس يعني هو مش قديم، يعني موضوع جديد اللي هو البيانات الوصفية الميتاداتا، كل ما عبالها اللي هي بتتطور. طبعا البيانات الوصفية هي عبارة عن داتا about داتا، يعني معلومات تصف معلومات أخرى. كمان في لها تعريف بعرفوها انه البيانات الوصفية بيحكوا عنها العمود الفقري للتقنية الرقمية، يعني أي بيانات موجودة عندي أنا ما بقدر أوصف هاي البيانات ما بيكون إلها لزوم، يعني ما بتفيد أي متخذ قرار. في عندي على صفحة الجهاز في عندي البيانات الوصفية مقسمة اللي هي لأربع مجموعات، عندي فهرس الموسوح والتعدادات. فهرس الموسوح اللي هي شو بعطيني؟ بعطيني يعني لازم يكون في عندي بيانات اللي هي عن المسح، أنا نفذت مسح أو نفذت تعداد، لازم يكون هناك في معلومات بتوصف كيف أنا اشتغلت على هذا المسح. أول إشي بيكون عندي اسم المسح شو هو، بيكون عندي الرقم المرجعي لكل دراسة، في عندي رقم مرجعي أي سنة، شو الدورية، دورية جمع البيانات. كمان في عندي الاستمارات لجمع، يعني الأداة اللي تم جمع بيها المؤشرات أو المتغيرات، وبكون في عندي كمان اللي هو النتائج، يعني النتائج بشكل خلينا نقول اللي هي عام. هذا اللي هو فهرس المسوح. كمان في عندي إشي بسموه التصنيفات الإحصائية. التصنيفات الإحصائية شو المقصود فيها؟ مش شرط إنها تكون تصنيفات إحصائية، يعني ممكن تفيدكم أنتوا تصنيف في كل مجال عمله. يعني إحنا في عنا تصنيفات، مجموعة كبيرة من التصنيفات، في عنا تصنيفات للدول، في عنا تصنيفات للأنشطة الاقتصادية، في عنا تصنيفات للتخصصات، في عنا تصنيفات للمهن، مجموعة كبيرة من التصنيفات اللي بنستخدمها. هاي التصنيفات الموجودة عندنا اللي هي تصنيفات دولية أو بنسميها تصنيفات معيارية، عشان نقدر نقارن البيانات الموجودة في دولة فلسطين مع الدول الثانية. إذا كانت عندي التصنيفات مختلفة فراح يكون المقارنة عندي غير مجدية. فعشان هيك في قرار طلع من مجلس الوزراء، واحد في 2009 واحد في 2013، على أساس إنه يتم توحيد التصنيفات المستخدمة اللي هي في الدوائر أو المؤسسات الحكومية. وزي ما حكينا التصنيفات عندي أنواع كثيرة، في عندي اقتصادية، في عندي اجتماعية، في عندي جغرافية، مجموعة كبيرة من التصنيفات اللي بتم استخدامها. طبعا التصنيفات بتم اللي هي تحديثها
كل سنه او حسب اللي هي خلينا نقول شو في انشطه جديده عندي بتدخل، فبتم تعديل هاي التصنيفات عشان اللي هي تواكب هاي التطورات الموجوده عندي. كمان في عندي اللي هي المؤشرات الاحصائيه حكينا عنها سابقا، في عندي دليل مؤشرات، في عندي دليل محدث العام 2019. هذا الدليل بيكون فيه اللي هي رمز المؤشر، بيكون فيه الموضوع، يعني بنحكي عن مثلا الجي دي بي وين موجود، موضوع اللي هي الحسابات القوميه، وبكون عندي اللي هو تعريف لهذا المؤشر شو هو مثلا الجي دي بي، وبكون عندي وحدة القياس، يعني بتكون عندي مثلا بالألف دولار أو بالمليون أو بالدولار، أو وكمان بكون عندي مصدر البيانات منين أجا، أجا من سجلات إدارية، أجا من الميدان، وبكون عندي دورية النشر، يعني إنه هذا التقرير تم، هذا المؤشر بتم نشره بشكل شهري أو ربعي أو سنوي أو كل 3 سنوات. في أي سؤال عليهن هدول الثلاث؟ يعني عرفنا شو اهم البيانات الوصفيه، يعني انا مثلا اعطيتك، انت طلبت مني بيانات، اعطيتك ملف بيانات تتفرج عليه، ملف البيانات اللي اعطيتك اياه موجود فيه اللي هي لكل متغير له بدل اسم، بيكون له مثلا Q1 Q2 Q3 Q4 Q5، اعطيتك هذا الملف تشتغل عليه. مثلا ملف خلينا نقول له علاقه في البطاله، اذا بعطيك اياه زي ما هو مش راح تعرف تستخدمه، اما لازم اكون انا معطيك اللي هي بيانات، يعني Q1 شو معناها، كمان مثلا اذا Q1 مثلا نحكي عن الجنس ذكر وانثى، بيكون جوا معرف انه عندي هذا المؤشر اللي هو الجنس اللي هو ذكر وانثى، مثلا حاله اللجوء بيكون معرف عندي هذا المؤشر حاله اللجوء، كمان جوا بيكون عندي لاجئ، مثلا لاجئ مسجل، لاجئ غير مسجل، غير لاجئ، يعني بيكون في عندي بيانات بتوصف البيانات الموجودة عندي في هذا الملف اللي زودتك فيه. واضح شو أهمية البيانات الوصفية؟ تمام واضح. واضح. طبعا زي ما حكينا الاحصاءات الرسميه، شو المقصود في الاحصاءات الرسميه؟ الاحصاءات الرسميه احصاءات تنشرها المؤسسات الحكوميه او هيئات او غيرها من الهيئات العامه، يعني لها علاقه في ايش؟ في الحكومه، بتوفر معلومات يا اما بتكون عندي كميه او نوعيه عن جميع المجالات الرئيسيه لحياه المواطن، يعني نيجي للجهاز المركزي الاحصاء الفلسطيني بوفر بيانات عن الصحه، عن التعليم، عن الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه، عن التنميه الاجتماعيه، عن المؤشرات التنمية المستدامة. الصحة، وزارة الصحة بتوفر معلومات لها علاقة في الصحة، يعني مزبوط أنا في عندي بيانات عن الصحة، بس بيكون كمان عندي اللي هو تقرير مشترك اللي هو مع وزارة الصحة. كمان التعليم، بوفر بيانات عن التعليم، كمان بيكون عندي المؤشرات اللي بتم استخراجها، هي مؤشرات بتكون متوافقة يعني بين وزارة الصحة والجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني، مش كل واحد فينا بيطلع بيانات لحال. هاي المقصود اللي هي في الإحصاءات الرسمية. نيجي للمصطلحات الإحصائية. طبعا في عنا في الجهاز برضو عنا دليل مصطلحات مفاهيم إحصائية، برضو عنا اللي هي 2019. المقصود في المصطلح يعني اللغوة له اللي هو الوصف اللغوي الثابت لشيء ما، يعني أنا بحكي مثلاً عينة عشوائية، لما أحكي عينة عشوائية لازم أكون أنا وإنت عارفين شو هذا المعنى، ويصبح هذا اللي هو مألوف بمجموعة من الأشخاص في مجال معين. يعني أنا مثلاً في الإحصاء لما أكون عينة عشوائية معروف عند كل الإحصائيين اللي بيشتغلوا في العينات إنه العينة العشوائية هي عبارة عن عينة جزئية من المجتمع بتم اختيارها بطريقة عشوائية. لو جينا على البطالة، شو البطالة؟ لازم مفهوم عندي وعندك يكون اللي هو نفس المفهوم. كمان لو جيت على الفقر نفس الإشي، إذا أنا باجي بحسبه أو أنت بتحسبه لازم يكون اللي هي نفس المفهوم اللي عندي اللي هو عندك. إذا بيكون في مشكلة في المفهوم فعندك المؤشر راح يكون في مشكلة.
كمان نحكي عن نقص الشمول. شو المقصود في نقص الشمول؟ مين بحكي نقص الشمول؟ الأندر كفرج. يمكن هاي في حالة إنه لو كان مثلاً مثلاً إحنا بنستهدف عينة مثلاً مدينة معينة مثلاً مدينة غزة. طيب لما جينا نعمل إحصائيات لمينا معلومات ل 98% من الناس ضل 2%. ممكن هذا هو هيك المصطلح؟ صحيح؟ مظبوط. نقص الشمول طبعاً اللي هي زي ما حكت الأخت اللي هو أنا أكثر إشي بستخدمه اللي هو في التعداد. في التعداد مرات أنا لما أنزل أعد باجي بعد الناس بيكون في عندي بعض الأسر مثلاً أو بعض الأفراد ما تمش عدهم، بيكون في عندي مرحلة ثالثة للتعداد اللي بسموها الدراسة البعدية. الدراسة البعدية برد بنزلوا على مجموعة معينة، يعني مجموعة جزئية مش كل الأسر بيجي بعدوهن، والأسر اللي ما كانت انعدت عندي ظهرت انعدت في تعداد الرئيسي اللي هي هذو هاي أسر اللي هي بنعتبرها اللي هي نقص الشمول لأنه ما شملتها في مرحلة العد. يعني هدول المفاهيم. حتى كمان في مفاهيم برضو في زميل، يعني أنا حضرت الجلستين، في زميل حكى بيشتغل في الجودة، يعني في بعض المفاهيم برضو كمان كل اللي بيشتغلوا في إدارة الجودة لازم تكون اللي هي واضحة عندهم. مين اللي بيشتغل في الجودة؟ مين فيكم اللي هي بيشتغل على إدارة الجودة؟ أظن اللي بيشتغل الأستاذ ربيع، وعلى ما أظن مش موجودة أستاذ ربيع أبو شمل التعليم العالي. طيب يعني في عندي أنا مصطلحات في الجودة مثلا لو أجي أحكي اللي هي خلينا نقول، طبعا في عندي أبعاد للجودة، مجموعة اللي هي 7 أبعاد معروفة عند كل اللي بيشتغلوا في إدارة الجودة. شباب بيشتغلوا على الآيزو بغض النظر الآيزو 9001 أو خلينا نقول ايزو العلاقه في البيئه. فهي في مجموعه من المفاهيم لازم تكون اللي واضحه او خلينا نقول عند الكل. يعني المصطلح هذا لما احكيه انا لازم يكون اللي هو واضح عند الكل اللي موجود. مثلا لو جينا كنا اللي هي الوقتيه مثلا، لما احكي عن الوقتيه في الجوده انه انا لازم اوفر المقصود فيها، لازم اوفر بيانات في الوقت المناسب. يعني معروف انه الوقتيه انه التزم انه اوفر بيانات في اللي هو في الوقت المناسب. يعني احنا في الاحصاء عندنا في رزنام الاحصائيه نطلعها كل بدايه سنه، فيها هاي الرزنام الاحصائيه مجموعه من اللي هي المؤشرات. هاي المؤشرات احنا ملزمين انه ننشرها في التواريخ اللي بنحطها في الرزنام الاحصائيه. فانا لو جي مثلا خلينا نيجي نحكي عن كورونا، طبعا كورونا في عندي انا ارقام مزبوط، في عندي اعداد. مثلا اليوم في عندي 9 حالات كانت الله شافيهم موجوده كانت عندي في الخليل. هاي الاعداد اعداد حقيقيه، يعني وزاره تطلع اللي هي من وزاره الصحه، يعني فيش اي مؤسسه ثانيه اللي بتطلع الاعداد، اللي هي فقط بس اللي هي وزاره الصحه. لو اجت وزاره الصحه بعد شهرين اطلعت عندي اعداد، يعني تقريبا كورونا انتهى. بفيد البيانات تاعتهم انه والله عندي في فلسطين كذا، اعمارهم كذا، بتفيد ما بتفيد لانه خلص عند الكور، يعني انتهى الموضوع وانا رحت عملت المسح او نفذت الدراسة اللي هي بعد او جبت الاعداد اللي هي بعد ما انتهى الموضوع. وهيك بالنسبة لكل المسوح اللي بتم او كل الظواهر اللي بدي اقوم بدراستها، انا لازم الظاهر اللي ادرسها تكون فترة نشر البيانات اللي هي قريبة على هاي الظاهرة، يعني أسبوع أسبوعين شهر بالكثير يكون عندي اللي هي متوفر بيانات عن هاي الظاهرة اللي بدي أقوم بدراستها. يعني أنا لو جيت عندي على البطالة، جيت قلت والله البطالة اللي هي في 2000، يعني أنا في 2020 جيت قلت والله اللي هي نسبة أو معدل البطالة موجود عندي في 2017 مثلا عندي اللي هو على مستوى ضفة غزة مثلا 25%، بفيدني هذا الاشي؟ انت بفيدك؟ انا بحكي قبل كده قبل 3 سنين، انا بدي اللي هي نسبة البطالة اللي هي في 2020 كده موجودة عندي.
عشان هيك مسح القوة العاملة موجود عندنا عندي اللي هو ربعي، يعني أنا بنشر ربع أول ربع ثاني وكمان ربع ثالث ربع رابع، وبكون في عندي في النهاية اللي هو تقرير سنوي، يعني مش هالفترة اللي بتكون عندي اللي هي بعيدة. يعني حاليا احنا موجود عندي نعمل دراسة عن أثر كورونا اللي هي على الأسر الفلسطينية. طبعا تعرفوا يعني غيرنا اللي هي الآلية جمع البيانات من اللي هو الكابي اللي هي باستخدام التابلت، رحنا للي هو الكاتي لاستخدام اللي هو الهاتف. يعني هاي الطريقة كانت كمان عندنا جديدة، انه حولنا اللي هي مجال عملنا غيرنا فيه، رحنا من الكابي رحنا اللي هو للكاتي. يعني الكابي مظبوط، الكابي مقصود فيه انه انا بروح وجه لوجه بقابل الشخص بس باستخدام اللي هو التابلت، بجمع بيانات مباشرة على التابلت سواء كان تابلت سواء كان لابتوب. الكاتي انا بجمع البيانات اللي هي باستخدام التابلت بس عن طريق اللي هي التليفون. وعند ليش اساس ان اقيس الظاهرة شو اثرها؟ هي طبعا اجت متأخرة شوي بس لسه يعني خلينا نحكي اللي هو في الامان انه نقدر ننشر عن هاي الظاهره شو اثرت على الاسر الفلسطينيه. كمان على الاقتصاد صار في عندي اللي هي تنبؤ شو اثرها اللي هي على الاقتصاد، قد ايه في عندي خسائر اقتصاديه. تم استخدام اللي هو نماذج، يعني احنا بنحكي اللي هي تقريبا زي اللي هو علم البيانات. يعني علم البيانات بقدر ابني نموذج، يعني ممكن أنا أعطي فكرة مثلاً، أنا عندي اللي هي الكورونا، ممكن أعمل نموذج، أبني نموذج، هذا النموذج أتنبأ فيه وين ممكن يصير عندي الانتشار. يعني أنا مثلاً بحكي، خلينا نحكي قبل فترة كان في عندي تطبيق عن علم البيانات اللي هو كان في عندي بيانات الزواج والطلاق، بنحكي من سنة 1999 سنة اللي هو 2018. طبعا انا ابدا اجي اروح اشتغل عليهم بالطريقه التقليد هاي بسموها اللي هي بيج داتا، يعني بيانات ضخمه. اذا بدي اروح اشتغل عليها بالطريقه التقليديه اللي هو باستخدام برنامج الاكسل مثلا او برنامج اللي بنستخدمه حاليا احنا في الجهاز اس بي اس اس او ستاتا او ساس، هذول برامج تقليديه ما بيقدروا يتعاملوا مع حجم هائل كم هائل اللي هي من البيانات. ففي عندي في علم البيانات برنامجين بقدر استخدمهم، يعني اللي برنامج البايثون وفي عندي برنامج اللي هو الار. طبعا انتوا راح تاخذوا في الدوره اللي هو برنامج الار. الار برنامج اللي هو سوفت وير مجاني، وكمان البايثون اللي هو مجاني، يعني بنقدر ننزله من الانترنت زي ما هو موجود مجاني. الاس بي اس اسلح بدي اضطر ادفع عليه كل سنه 90,000 دولار. فعشان هيك البرنامج الار استخدمنا برنامج الار اساس انه شو نتنبأ بحالات. يعني مثلا انا عمري مثلا من نابلس معي بكالوريوس، عمري مثلا 40 سنة، موظف، انبنى نموذج او قاعد بنبني نموذج عشان يتنبأ اللي هو بحالات الزواج والطلاق. كمان بقدر اللي هي زي ما حكيت لكم انا متوفر عندي كل بيانات التعداد، حكينا لكم انه راح يكون في مشاريع وراح تستخدموا اللي هو بيانات الجهاز. طبعا احنا عندنا كم هائل من البيانات، تتخيلوش قد ايه بيانات عندنا موجوده وبتقدروا تستفيدوا منها. بس مرات احنا ما بنعطي كل البيانات زي ما هي، زي ما كنا اللي هي الروداتا، مرات بنروح منأهل البيانات ومطبق عليها اللي هي معايير السريه بناء اللي هو على قانون الاحصاءات العامه اللي هو صدر في سنه 2000 اللي هو الحفاظ على اللي هو بيانات الأفراد البيانات الفردية. يعني أنا عندي بيانات عن التعداد متوفر عندي أعداد السكان، متوفر عندي كل شخص وين بيشتغل، كل شخص شو عمره، كل شخص شو الحالة الاجتماعية تاعته، بيانات كثيرة متوفرة. المؤهل العلمي، يعني أنا بقدر أجي أتنبأ مثلا أقول أنا المحافظة اللي عدد سكانها كبير، المحافظة اللي هي الفئة العمرية معظمها شباب، كمان اللي بيشتغلوا في الداخل يعني بيشتغلوا في اسرائيل جوا، بقدر اتنبأ انه اقول انه هذول المناطق اللي راح يكون ببني نموذج بقول انه هذول المناطق راح يكون فيهن اللي هي انتشار الكورونا اكثر اللي هو من المناطق الثانيه. وكمان حكى الدكتور امبارح مثال عن البنوك، يعني علم البيانات مش فقط مجال انه انا يعني خلينا نحكي
اللي معاه هندسة أو اللي معاه برمجة بيكون يعني أفضل من خلينا نحكي اللي هي معاه مثلا محاسبة أو معاه إدارة أو معاه إحصاء أو معاه رياضيات. برنامج هارفارد بأخذ في عين الاعتبار هاي الشغلات، يعني بعتبرك أنت من الصفر، فيش عندك ولا إشي، ببنيك من الصفر، تقدر تتعامل من الصفر مع كل موضوع من الموضوعات. فحنحكى مثال اللي هو عن البنوك. يعني البنوك حاليا في كثير من البنوك مثلا بتروح عليه بيجي ما بعطيك، بقول لك انا بتقول له انا بدي اخذ كارد، بيجي بقول لك اعطيني وين بتشتغل، بدي كفيل، بدي كذا. هاي تقليدي، يعني هاي الاجراءات اللي بكون فيها اللي هي اجراءات تقليديه. بس حاليا برا بمنا نماذج، النماذج انه بقدر اتنبأ انه انت ما تيجي على البنك عندي بدخل بياناتك، بعرف اني كدي نسبه مثلا انك راح تسد او ما تسدش، مثلا بعطيني 70% مش راح تسد اللي هو الكارد، فعشان هيك بلغي اللي هو طلبك، يعني ما بقبل طلبك. شخص ثاني بيجي بعطيني بيقول لي مثلا 20% انه بقدر يعني خلينا نقول 20% 80% او 90% هذا الشخص بسد الكارد، فانا باجي مباشره اللي هي بقبل الطلب تاعك. اما اذا كان 20% كمان ما بقبل طلبك، لانه برضو هذا عندي انا بعتبرها ريسك اللي هي على البنك، مخاطره، وما بقدر اللي هي اعطيك اي كارد. وهي كمان المشكله واجهت كثير من مؤسسات الاقراض، يعني في كثير موظفين روحوا لانه انت صاحبي بتيجي عندي باجي بعطيك كارد بعمل لك المعامله وتحمل حالك وبتروح، بعد شهرين ثلاث بتقدرش تسد اللي هي خلينا نقول الاقساط. فعشان هيك المؤسسه تتعامل مع الشخص اللي هي اعطى هذا الشخص قرض وبتاخذ بحقه اللي هي مجموعه من الاجراءات، ممكن تروحه، ممكن تنزل درجته، شو حسب الاجراءات اللي بتاخذها هاي المؤسسه. فعلم البيانات بيقدر يساعد هذول الافراد وبيقدر يساعد هذول المؤسسات. كمان حكى اللي هي عن السياره الذكيه. يعني احنا كثير من السيارات موجود حاليا عندي انا كثير من السيارات، انواع سيارات خصوصا الفولكس بصفين من حالهم، يعني فيها تقدر تصف السياره من حالها، ممكن السياره انه تمشي مسافه لحالها. فكل هذا بيدخل فيه اللي هو علم البيانات. يعني مزبوط احنا بنحكي عن علم بيانات، بس في النهايه راح الواحد يصير اللي هو عالم بيانات. مين بيقدر يعطيني مثال من عندكم شو في ممكن اللي هي واحد في مجال عمله شو ممكن يساعده اللي هي علم البيانات؟ يعطيكم العافية. أنا أحمد لصل، مهندس أحمد لصل من وزارة الزراعة. فعلا إحنا عندنا كمية كبيرة من البيانات الموجودة، سواء في أنا مثلا من غزة في صيد الأسماك أو المساحات الأراضي المزروعة وأنواع أنواع الأصناف المزروعة عليها. إحنا أحيانا بنواجه مشاكل مثلا في انخفاض الأسعار أو كمية المنتجات أو كمية المنتجات المتوقعة مستقبليا. فأنا بتوقع بعد هذه الدورة هذه ممكن تفيدني أني أقدم متخذي القرار مثلا نقول لهم والله إحنا في كمية حسب المساحات المزروعة إنها مع مثلا مستوى المعيشة مع القوة الشرائية إنه في متوقع كميات زيادة في مثلا في البندورة أو الإخيار، فمثلا في تاريخ معين نحتاج تصدير ومن هذه الأمور. شكرا صح. يعطيك العافية. يعني زي ما حكينا في كل مجال من المجالات نقدر نستفيد من علم البيانات. هذه مجال مداخلة. تفضل. احنا مثلا نحكي على أنيس والفلات طبعا من دار الأيتام. احنا في عندنا مثلا إشكالية بسيطة انه احنا كمؤسسة إنتاجية، فدائما فرضا عندنا مواد خام باستمرار بنشتريها، إضافة لعدد مستهلكة بتروح مع الزمن، إضافة للمونة اللي بتكون للطلاب الداخلي. في حال إنه تم جمع بيانات صح لهذا الموضوع وتقييم شو الاستهلاك وقديش حاجتنا السنوية وإيش زي هيك وقديش احتلاك المواد الموجودة كم سنة بدها، أعتقد إنه هذا بيقدر يساعدنا لأن نأسس نظام كامل مالي نقدر نحدد كل وحدة وقديش تنشرها، إضافة للتمويلات اللي ممكن تجينا من برا. مش انه بقى ما يجينا التمويل انه نتحذر شو بدنا اغراض، بنكون مقررين من خلال هذا النظام
انه الحاجه لهي السنه راح تكون كذا وكذا وكذا، بنكون سابقين الجهات المانحه بالاحتياجات اللي عندنا، مش بنفاجئهم فجاه والله في عندنا تمويل مليون دولار شو بدنا نشتري فيه، نشتري كذا وكذا وكذا، لا بنكون محددين امورنا كلياتها من خلال هذا النظام. مزبوط، يعني كل واحد بيقدر يستفيد منه من هاي الدوره في مجال اللي هي عمله. كمان مثال اذا سمحت استاذنا. تفضل. المهندس ربيع ابو شملي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، انا يمكن ما كنتش موجود وقت غياب الحضور تحقيق معكم متاخر في الدوره. ممكن نستفيد من علم البيانات بالنسبه لنا كوزاره التعليم العالي والبحث العلمي في موضوع اعتماد التخصصات في مؤسسات التعليم العالي في الكليات والجامعات، هذا موضوع مهم جدا. 100% مزبوط حكي. لانه احنا حاليا ضمن يعني المشكله العالميه بواجهها العالم، البطاله والى اخره، وبالتالي العلاقه مرتبطه بالتخصصات في الجامعات ومؤسسات التعليم المختلفه، فبالتالي احنا ممكن يعني نحتاج هذا الموضوع في انه شو التخصصات ممكن يحتاجها سواء بلدنا او المنطقه الاقليميه او العالميه حتى خلال مثلا 4 إلى 5 سنوات القادمه اللي بنعمل فوركاستنج مثل. وبتوقع الجهاز المركزي من الناس يعني قديما وحاليا ومستقبلا من الناس الشركاء معنا في هذا الموضوع. بالتالي موضوع البيانات يعني كثير مهم، موضوع في هذا يعني مهم جدا في موضوع اعتماد التخصصات. في برضه كمان لما ندخل بشكل تفصيلي داخل هذا الموضوع ممكن نكون بحاجه له في اعتماد في برضه التنبؤ في المهارات اللي نحتاجها خلال السنوات القادمه من خلال علم البيانات في بعض التخصصات. يعني لو دخلنا لسه لجوا بزياده وتفصيله فالموضوع جدا مهم لنا بالنسبه لنا في هذا المجال. مظبوط. كمان قبل فترة حضرنا ورشة كان في معهد ماس بالتعاون مع معكم، كان في ورشة أطلقوا إشي اللي هي أكثر المهن طلباً خلال 10 سنوات وأقل المهن طلباً خلال 10 سنوات، وكان برضو فكان الموضوع برضو حلو، عرفت؟ يعني أنا في الإحصاء يعني أكثر تخصص فيه نسبة بطالة اللي هو بنحكي عن الصحافة، كمان عندهم طلع نفس الاشي، يعني انه اقل 10 مهن اللي خلال 5 سنوات طلب عليها اللي هي الصحافة، يعني في كمان اللي هي ترابط بكون عندي 100%. يعني وهذا الموضوع متبدل ويعتمد على يعني على على بيانات من جهات مختلفة وبكميات كبيرة. يعني انا اخذت بصراحة دورة في هذا الموضوع، يمكن او مش دورة زي ورشة عمل قبل سنتين مع خبير بلجيكي من خلال برضو مع حد ناس، يعني يعني قدم زي نموذج صغير بسيط جدا باستخدام صراحة الإكسل، ولكن كانت كمية المعلومات اللي بحاجة لإلها مثلا عم سواء خلينا نقول فلسطين عشان نعمل تنبؤ سواء بالمهن أو بالتخصصات أو هي كميات مهولة من جهات مختلفة، من مؤسسات مختلفة، الإحصاء، التعليم العالي، التربية الداخلية وهكذا، وبالتالي يعني هو موضوع مهم بالنسبة لنا إن شاء الله. مظبوط، يعطيك العافية. الله يعافيك. خلينا نرجع على البث المادي، يعني مش راح نطول كثير، بس ضايل عندنا اللي هي الأخلاقات الإحصائية. الأخلاقات الإحصائية موجودة عندي أول إشي اللي هو الالتزام تجاه المجتمع، يعني الإحصائي كمان يكون عنده التزام تجاه المجتمع اللي هي بتعامل معهم، وكمان انه لازم ياخذ المصالح المتضاربه بعين الاعتبار. شو المقصود مصالح متضاربه؟ يعني الرقم انا مثلا اجي اطلعت اللي هي نسبه البطاله مثلا عندي طلع عندي في غزه مثلا 50%، عندي في الضفه 17%، كمان هذا الرقم اللي بطلعه انا كمان اللي هو ممكن يعني خلينا نقول يكون مش مرضي عنه اللي هي ضمن خلينا نحكي اللي هو متخذ القرارات. فهنا كمان زي ما حكينا انه انا لازم الرقم اللي طلعته اجي ادافع عنه واطلعه زي ما هو. كمان توسيع نطاق الاحصاء، كمان نحكي اللي هي يكون في عندي بيانات متوفرة عن جميع القطاعات، سواء كانت عندي صحة، سواء كانت عندي بيانات عن الاقتصاد، سواء كانت عن الخدمات، سواء كانت عن التعليم، لازم اوسع نطاق اللي هو الاحصاء. كمان اسعى وراء الموضوعية، مش انه اجي على هواي انا اقول هذا الرقم، اطلع مثلا مره اجي اقول البطاله عندي 50% ومره اجي اقول عندي 70%. كمان لازم يكون عندي موضوعيه ومهنيه في اني كيف اللي هي استخرجت هذا المؤشر. في عندي كمان التزام تجاه الممولين اصحاب العمل، يعني المقصود فيه انه انت اللي بتشتغل عنده او التمويل انه في عقد بينك وبينه، كمان هنا لازم يكون في التزام عندك. ايضاح الالتزامات والادوار، كمان العقد لازم يكون فيه دورك ودوره شو،
كل واحد فيكم شو لازم يشتغل، كل واحد فيكم شو لازم يقدم. بعدين تقديم البدائل دون تحيز. يعني إذا في عندي مثلا في مشكلة من المشاكل صارت أو في أحد المؤشرات، إنه يكون في عندي بديل، بس البديل اللي موجود عندي مش إنه أنا اخترته لأنه هذا البديل بناء على رأيي أنا، الموجود اللي هو بشكل علمي. تجنب حق الأولوية في النتائج كمان نفس الإشي. إذا أنا بشتغل مش لازم أجي أقول أنا أطلع بيانات، مثلا بشتغل في أنا في الإحصاء بشتغل على مسح القوى العاملة أو الأسعار، جيت أطلعت صرحت إنه هذا نسبة خلينا نقول غلاء المعيشة عندي اللي هو مثلا 2.5% قبل ما يصدر إشي رسمي اللي هو عن المؤسسة اللي بشتغل فيها أنا. كمان التزام تجاه الزملاء، كمان الزملاء اللي بيشتغلوا معي لازم أحافظ على الإيمان والثقة بالإحصاء. يعني مش أقول أنا والله هاي الإحصاء مثلا كلها بتعتمد على نظريات وممكن حدا يطلع لي فهز جديد كل هاي النظرية عندك غلط يعني يثبتها إنها غلط. لا، إحنا يعني نشتغل في الإحصاء، لازم يكون عندنا ثقة بشغلنا، مش بس يعني بالإحصاء، حتى يعني في عندي اللي هي مدونة السلوك الخاصة كمان اللي هي في الموظفين الحكوميين. كمان في عندي الكشف مراجعة الطرق والنتائج. كمان أنا بدي أنشر كمان شيء المنهجية اللي استخدمتها، شيء الاستمارة اللي استخدمتها، المؤشر كيف انحسب عندي، هذا كله لازم يكون واضح اللي هي للي بده يأخذ البيانات أو بده يقرأ التقرير اللي أنا بصدره. بعدين كمان نقل وإيصال المبادئ الإخلاقية، هاي نفس الإشي يعني نقلها للزملاء، نقلها للأشخاص اللي بعرفهم. كمان التزام تجاه المواضيع. حكينا احنا انه في عندي بيانات انا خام روداتا، هاي الروداتا يعني عندي بيانات متوفرة عن جميع الافراد، بس انا ما بقدر اطلع هاي البيانات بناء اللي هو على قانون الاحصاءات العامة اللي بيضمن السرية للافراد. اذا اول اشي لازم احافظ على سرية البيانات ما اعطيها لحدا. بعدين تجنب التطفل والتدخل غير اللائق. هنا بنحكي اللي هي لما نقعد مثلا مع المبحوث نجري معاه مقابلة ما أتدخل، يعني بنحكي إحنا في موضوع معين أجي أسأله أنا وأشوف عنده مثلا سيارة، أجي أصير أسأله منين جبت هاي السيارة ولا تلفزيون، منين جبت هذا التلفزيون، كدي حقه كدي سعره، ما أتدخل في هاي الشغلات. الحصول على موافقة المبحوث المسبقة، يعني قبل ما أدخل أنا لازم أقول له أن أنا بجري مسح مثلا أو بدي أجمع بيانات عن البطالة عن حال العملية، لازم أخذ موافقة قبل ما أبلش اللي هي أسأل أسئلة. بعدين حماية مصالح الأشخاص زي ما حكينا، مش لازم حتى شو ما شفت مش لازم خلينا نقول نطلع على العموم. بعدين منع الكشف عن هويات المبحوثين، وكمان اللي هم الأفراد اللي بتم مقابلتهم، لأنه في مرات بيكون عندي مسوح حساسة مثلا، في عندي بعض المسوح اللي تتعلق مثلا في تعاطي المخدرات، مثلا في بعض المسوح في العنف، في إشي له علاقة في عمالة الأطفال، فهي كمان لازم أخذها في عين الاعتبار إنه ما أكشف هويات المبحوثين اللي تم إجراء المقابلة معهم، ما أعطي بياناتهم لأي شخص. كمان في عندي اللي هي الصلة بالموضوع اللي هو الكود أوف براكتس، هذا اللي هي ميثاق الممارسات الإحصاءات الرسمية الفلسطينية. طبعا شو هذا الميثاق؟ أول إشي الصلة بالموضوع، شو استقلالية الإحصاءات؟ دائما لازم الإحصاءات تكون مستقلة، يعني لأنها تابعة لجهة معينة، انه تقولها انا بدي تصدر الرقم مثلا نسبة البطالة تصدر لي اياها كذا، او نسبة غلاء المعيشة تنشل تصدر لي اياها كذا، لا لازم يكون عندها استقلالية في المؤشرات اللي بتنشرها. الجودة كمان لازم يكون البيانات اللي بنشرها انا فيها جودة عالية. كمان اتاحة البيانات الاستخدام العام، يعني لازم هاي البيانات الموجودة عندي اتيحها للاستخدام العام، بس ايش بشرط اني احافظ اللي هي على سرية البيانات. حماية يعني هي تحت البيانات الاستخدام العام مباشرة بيجيها لحماية سرية البيانات، يعني مزبوط أنا بتيحها بس بما يضمن اللي هي عدم كشف اللي هي خلينا نقول الأفراد اللي جاوا معي على هاي المسوح اللي يتم تنفيذها من قبل الجهاز. بعدين لازم يكون عندي توازن بين احتياجات المستجيبين وعبء المستجيبين، يعني مش والله أجي أنفذ دراسة أنا كل يوم أروح أزور هذا الفرد أو هاي الأسرة، زور أول مرة ثاني ثالث مرة بكل يعني كل أنا عندك، لازم فأخذ في عين الاعتبار العبء. كمان بالنسبة للمنشآت، مش أنا أجي أقول هاي المنشأة خلاص تعامل معي أول مرة أروح عليه مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، لا، فهنا لازم يكون في عندي توازن بين الاحتياجات المستخدمين وكمان اللي هي عبء المستجيبين.
المستخدمين دائما بيطلب بيانات تفصيليه، يعني اي واحد بياخذ البيانات منك او بيطلب بيانات بيطلب بيانات اللي هي تفصيليه. هنا بنربطها مش بس بالسريه، حمايه سريه البيانات، وكمان بربطها بالجوده. يعني اذا انا ممكن ارجع اعطيه بيانات على مستوى المحافظه، بس المؤشرات عندي ما بتسمح لي انشر على المحافظه. اذا ضربت ايه؟ ضربت الجوده، هين ابعدت عن السريه بس ضربت الجوده. كمان لازم يكون عندي تكامل والتراكم الخدمي والابداع، يعني لازم كمان يعني التقارير اللي احنا ننشرها لازم يكون فيها، وحتى الموظفين اللي بيشتغلوا على هذه التقارير لازم يكون في عندهم ابداع، لازم يكون في عندهم تكامل، كيف يتعامل مع هاي البيانات، كيف ينشروا هاي المؤشرات، شو احتياجات المستخدمين. استاذ عفوا على المقاطعه، بس بدي اسال سؤال. تفضلي. هلا على نقطه انه انا ما مش لازم اروح عند نفس المستخدم، طب احنا قلنا في البدايه انه المفروض تكون العينه عينه عشوائيه. هلا انا اذا استبعدت جزء عشان والله انا رحت عندهم المره السابقه، صح هيك؟ زي كاني برضه حددت المكان يلي بدي اروح عليه، ساعتها بتبطل العشوائيه، ممكن تصير منتظمه. هسا شوف، في عندي انواع العينات ما دخلناش فيه. عندي العينه اللي هي with replacement without replacement بنسميها، العينه العشوائيه يعني بارجاع وبدون ارجاع. عندك مثلا ناخذ مثال بسيط، عندي صندوق فيه كرات، خمس كرات، الكرات فيه كرتين بيض، ثلاث كرات حمر. بارجاع المقصود فيه بدي اسحب عينه ثنتين، ممكن بسحب اول مره وبرد برجعها، هسا ممكن تطلع لي مره ثانيه. هاي اللي هي في العلم نظري نحكي هيك، اللي هي بدون ارجاع، بس احنا معظم العينات اللي نستخدمها نسحبها اللي هي without replacement، بدون ارجاع، عساس ما يصير عندي تكرار اللي هي في، سواء كان منشآت، سواء كان اسر، سواء كان افراد، اللي اقدر يعني يطلع معي اكثر من مرة في العينة. مرات في بعض المسوح زي المسوح الاقتصادية، في عندي مؤسسات كبيرة زي الجوال مثلا او مجموعه الاتصالات بنسميها، هاي كل سنه لازم تظهر معي في العينه. ليه؟ لانه اصلا هي بتمثل 80% من قطاع الاتصالات. يعني لو ما جبتش بياناتها راح يكون عندي اندر استيميت، لا المؤشر راح استخرجه انا، سواء كان اللي هي الانتاج مثلا بقيمه 80%، وهنا راح يكون في عندي مشكله، صار في عندي اندر استيميت. فعشان هيك شركه مجموعه الاتصالات كل سنه بروح عليها، لانه بتشكل عندي من الانتاج 80% من مجموع الانتاج قطاع الاتصالات. واضحه كيف؟ واضح. كيف كمان عندي تكلفه انتاج الاحصاءات الرسميه وجدواها. يعني انا مثلا لما اجي اروح انفذ التعداد، التعداد اللي بنفذه التعداد بكلفني في الملايين، فعشان هيك أنا تعداد السكان بنفذه كل 10 سنوات، ما بقدر أنفذه كل سنة. الأفضل المستخدم إنك توفر له بيانات اللي هي كل سنة، لأنه التعداد اللي هي بيشمل كل الناس، تقدر تنشر بيانات تفصيلية على التجمعات كمان، مش بس على المحافظة، على التجمع داخل المحافظة. فهنا برضو لازم أتفرج على التكلفة. يعني مثلا اطلعت انا في جدوى اني اجي اطلع مثلا والله نسبه البطاله على مستوى مثلا تجمع من التجمعات او قريه من الكره مثلا، او بكفي اجي اللي هي اطلعها على مستوى محافظه جنين او محافظه رام الله او محافظه نابلس. اذا بدي اجي اروح اطلع هذا المؤشر على مستوى التجمع راح يكون عندي حجم عينه كبير، هذا راح يكلفني وقت وتكلفه وجهد عاليه. فعشان هيك نضطر منروح اللي هي للعينات بنسميها. طبعا والعينه لما نيجي نسحبها او نشتغل عليها بنصممها بطريقه علميه، على اساس انه في النهايه النتائج اللي بتطلع من هاي العينه بتكون عندي ممثله لكل المجتمع. واضح شو الكود اوف براكتس اللي هو هذا الخاص في الاحصاءات الرسميه الموجوده عندنا. يعني القصد اللي من هذول الموجودة عندي انه الاخلاقيات الاحصائية، يعني كمان نفس الاشي عالم البيانات لازم يكون في عنده اخلاقيات اللي هو لعالم البيانات، هاي جزء منها. يعني كل الموجود عندي، يعني معظم الاشي اللي له علاقة في الاحصاء كمان لازم اللي هو ينطبق على عالم البيانات.
وكمان عندي الميثاق، الميثاق الكود اوف براكتس بقدر استفيد منه كمان اللي هو في علم البيانات. مزبوط عندي استقلالية الإحصاءات، بس برضو العالم يكون في عنده استقلالية، مش والله أنا أجي أنا عالم بيانات بس أجي يعني تفترض علي الشركة مثلا، أجي أقول مثلا والله إنه نسبة هاي الشركة الأسهم تاعها بعد مثلا 10 سنين راح تزيد وهي أصلا اللي هي راح تخسر. عرفنا كيف الصورة؟ يعني أنا بحاول أعكس اللي هي الميثاق أو الأخلاقات الإحصائية أعكسها اللي هي على عالم البيانات. يعني حتى مثلا الجودة، الجودة ممكن ايش ابنيها اللي هي على النموذج، النموذج اللي بدي ابنيه انا موجود عندي. يعني ممكن انا زي ما حكيت لكم في عندي اللي هو النموذج استغني عليه بيانات الزواج والطلاق اللي هو التنبؤ من كده فرصة فلان، يعني فرصة الفرد هذا في الزواج، فرصته او في الطلاق. كمان نفس الاشي لازم ايش اعتمد على بيانات موجودة حقيقية مش انا اجي ازور فيها. وكمان ناجي اشتغل اللي هي على حماية السرية، سرية البيانات، لانه انا في النهاية ايش انا عالم بيانات مظبوط، بس انا استخدمت بيانات، هاي البيانات اللي استخدمتها لازم احافظ على سريتها، مش لازم انشرها زي ما هي، مش لازم انشرها باسماء الافراد الموجودة عندي. يعني اجي اقول والله انا عندي مثلا رباح مثلا فرصة الزواج وكذا او فرصة الطلاق وكذا، ما بزبط. يعني لازم يكون في عندي انا نموذج، يعني ممكن الشخص نفسه ياخذ النموذج يدخل المعلومات الموجوده فيه. هاي كمان نفس الشيء زي ما حكينا، يعني لانه الموضوع عندنا جديد ولا لازم نشغل فيه بدري، اللي هو برضه زي نعمل نموذج، بناء نموذج اللي هو على الكورونا. يعني في زي ما حكينا عندي بيانات متوفره عن كل السكان موجوده، في عندي عدد الاصابات متوفره من وزاره الصحه، في عندي خريطة حتى للعالم، يعني كل حركة أو كل إصابة بتصير خريطة حية بيظهر عندي اللي هي نسبة، بيظهر عندي كدي مصابين، كدي في عندي وفيات، كدي في عندي حالات تعافي، كل هذا بقدر أستخدمه وأطبقه. بس لأنه هذا الموضوع عندنا جديد ما في إمكانية إنه حدا يقدر يشتغل عليه، فعشان هيك أنتوا أول ناس. يعني أنا مزبوط في عندي برامج حكولكم إنه في الاتصالات، في عندهم ناس بيشتغلوا في، يعني في جامعة النجاح مثلا في ناس بيشتغلوا، يعني حتى هي في ماجستير علم البيانات، يعني شفتوا اعطاكم جزء الدكتور خالد اللي هي من المحاضرات اللي بعطيها في علم البيانات. هو الموضوع التعلم زي مش يعني بده متابعة وبده شغل منكم. وزي ما حكى زميلنا حسام حكى انه راح يكون في عندي بورتال وراح يكون هذا في عليه كل الاشي وراح نقدر في امكانيه نقدر نساعدكم، راح نساعدكم فيه. يعني اول موضوع بحكي عنه البرنامج اللي هو الار. يعني مين فيكم سمع في الار مسبقا او شاف شو الار؟ انا يعني خلال استخدمتها في مساك اسمه داتا مايننج في الماجستير. داتا مايننج. طبعا الار اللي هي زي ما قلت لكم سوفت وير مجاني، طبعا في له دليل بقدر اتفرج عليه، راح يكون في فيديوهات كيف اشتغل عليه، وكمان اللي هو البرنامج اللي هو راح تاخذوا الاساسيات فيه. يعني مش هالشيء راح يكون عندكم صعب فيه، يعني بس بده شويه تركيز، كله جاهز، السنتاكس تاعه جاهز، الباكج تاعه جاهز، كل شيء جاهز فيه، بس ما عليك تعمل داونلود للباكيج وتعرف البيانات وتعمر اللي هي البرنامج رن، بيطلع لك كل شيء بدك اياه. وفي برنامج اسمه الار ستوديو عشان نستخدم لغه الار، وكمان الباكيج اللي ممكن نستخدمها بعد هيك، لكن هذا مدفوع بده. لا البرنامج انت اول شيء لازم تنزل الار عادي، بعدين بتنزل اللي هو ار ستوديو. الار ستوديو برضه مجاني. الار ستوديو المليح فيه بيحفظ لك كل سنتاكس تكتبه، عشان هيك هو فري. يعني الار العادي فري الكلاسيك، والار ستوديو كمان اللي هو فري تقدر تشتغل عليه الاثنين، بس الار ستوديو اسهل تتعامل معاه لانه مش شرط انه تكتب فيه سنتاكس، ممكن تختار اللي هي من الخيارات الموجوده فوق او تنزل باكج معين تستفسر عنها، وكمان بعطيك اللي هي امثله. يعني
الار ستوديو اي شيء بدك اياه، مثلا بدك تيجي تعمل سيلكت سامبل مثلا، او تعرف متغير فيكتور او ماتريكس تحوله. فهذا كله موجود الكود، بس بتروح على الهيلب بيجي تعطيه، بيجي بعطيك مثال كيف تكتب الكود تاعه. هي طلعت عليه الار ستوديو شويه، بس هي الار ستوديو هو بقول لك افضل برنامج للتعامل مع لغه ار، لكن هو بقول لك الفري ما فيش فيه مميزات كتير، يعني في اكثر من فيرجن، في فري صحيح، في بروفيشن صحيح، لكن بدك الاوبشن، كل الاوبشن موجوده بدك تدفع عليه. لانه احنا نازل عندنا البرنامج الار والار ستوديو، يعني نشتغل عليه، حتى اشتغلنا عليه شغلات صعبه جدا لها علاقه بالويت بالاوزان. يعني هذا برنامج الار انا بعجبه كله، بدي تعطيني بيانات عدد سكان 6 مليون، اعطيني اعمار من كذا لكذا، نسبتهم كذا من كذا لكذا، اعطيني ذكور اعطيني اناث اعطيني النسبه، يعني بخلق لك بيانات روداتا من لا شيء، بيعمل لك تيستينج داتا صحيح، وبتقدر تختبر كل الفرضيات عليه، بدك كوريليشن، بدك ريجريشن، بدك يعمل لك سيلكت سامبل. القصد انكم بتستخدموا النسخه الفري ولا انتم بتستخدموا النسخه المدفوعه؟ لا احنا عندنا جهتين فري بنستخدمهن، يعني ما عمريش انه جيت انزله كان اللي بدي مصاري، يعني ما اعطانيش نسخه انه هاي تريال او لازم تدفع. انا فتحت على الموقع، يعني في محدد اوبشن للفري واوبشن للي بمبلغ مدفوع. الخيارات جوا ممكن. هو في منه تو فيرجن الاوبن سورس، يقدر طبعا اي حد يستخدمه، ما في كل الفيتشرز، وفي كمان النسخه المدفوعه اللي بتيجي بروفيشنال للانتربرايز. طبعا بظن الاوبن سورس بكفي لنا، يعني احنا مش رايحين يعني هو بكفي، ما مش راح يكون في شغلات يعني معقده، بس بقدر استخدمه في كل المجالات، يعني بقدر يقرا، اخليه يقرا، احوله اس بي اس اس، احوله اكسل، يعني بقدر يقرا من كل الاكسل اكسس. حتى اللايبراريز بصير ينزل لك اياها اونلاين، يعني تقدر تعمل انستول كذا. طبعا التعامل مع الاي دي اي اسهل ما انه اتعامل مع الكوماند العادي. مزبوط، ماشي، يعطيك العافيه استاذنا. بس في يمكن هذه اخر سلايد، اذا كان في امكانيه اسال لي اكثر من سؤال. هاي اللي هي اخر سلايد عندي. صحيح، ففي امكانيه نسال اكثر من سؤال هيك. تفضلوا. اول شيء يعطيك العافيه وشكرا على المجهودات اللي تبذلها جهاز المركز الاحصاء الفلسطيني ومع الجامعه العربيه الامريكيه. بس بدي اسال، انت قلت انه بطلتوا تستخدموا الاس بي اس اس، يعني هو اكثر من سؤال، فبدي احكي لك اياهم وانت على اساس تشوفه. يعني صرتوا تستخدموا الار ستوديو، يعني لقيتوا انه هل هو اسهل ولا هو الاس بي اس اس بطل له، يعني بطل يديك يعني نتائج، يعني هذاك بيديك أدق وأسرع والأمور هذه. الأمر الثاني، أنت ذكرت البايثون والآر، وهذا يمكن السؤال سألته للدكتور امبارح. أنا بعرف أنه ترند البايثون أكثر دائما عالي، ودائما الطلب عليه أكثر من الآر، والفيتشر الموجودة فيه أكثر من الآر، خصوصا لأنه جوجل بتدعمه بشكل كبير، وحتى في برنامج الأناكوندا هذا بيديك بيديك اوبشن لا محدود، مش زي حتى الار ستوديو. في سبايدر وفي مجموعه كبيره من يعني حتى انا بديت في كورس هيك، وبعدين لقيتش حدا مثلا ألجأ له على اساس انه يساعدني في الموضوع، فما قدرتش اوفي فيه بشكل كبير. الامر الثاني، يمكن للجهاز المركز للاحصاء الفلسطيني، يعني يا ريت، يعني انا دخلت على الصفحه ودورت فيها، يعني بلاقيها انها يعني هيك زي فيها يعني زي ازدحام، فيش فيها ترتيب بشكل كبير. يا ريت، يعني يمكن هذه مناشدة لهم، يعني خلي حاجة للمواطنين، مثلا المواطن احيانا ملوش امور في الكتير المؤشرات وهيك، يعني خلاص في جانب للمواطن ممكن خلاله يقدر يحصل على المعلومة اللي هو بده فيها، جانب للمؤسسات ممكن يقدر يحصل فيها بكل سهولة، يعني يقدر يحصل على المعلومة اللي بده اياها. شكرا، بارك الله فيك، يعطيك العافية. بالنسبة لبرنامج الاس بي اس اس، احنا لسه بنشتغل عليه، لانه برنامج الاس بي اس اس بيقبل عندي 246 متغير،
لما يكون عدد اكثر من هيك برضاش يشتغل عليه، يعني بده اخذ بيانات من الفيسبوك او تويتر راح يعمل لي مشكله، مش راح يقدر يتعامل مع هاي البيانات لانه حجمها راح يكون عندي كبير، بنسميها بيج داتا. فعشان هيك بدي اروح استخدم يا البايثون يا بدي استخدم اللي هو برنامج الار. بس الاس بي اس اس لانه يعني اي مسح ما بيكون عندي في عدد المتغيرات المطلوب تقريبا حوالي 256 متغير. بالنسبه للار والبايثون، طبعا البايثون هو رياضيات صرف. الار اوسع منه، يعني الار في بدمج مجموعه كبيره من الخيارات، بدمج لك احصاء، بدمج لك علم بيانات. الار اقدم عشان هيك ممكن اوسع، وفي حاجات وبليبر اللي عددني عدد كبير. لكن مزبور. الجديد اللي موجود البايثون بدا يطلع بشكل كبير. البايثون بيطلع زي ما حكيت الاناكوندا. طبعا احنا يما اشتغلنا على بيانات الطلاق والزواج استخدمنا الشخص اللي اشتغل عليه استخدم البايثون، استخدم الاناكوندا، ما استخدم البرنامج الار. بس الار زي ما حكيت لك اوسع، يعني انت حكيت اقدم مزبوط، وهو اوسع شوي، بتقدر تستفيد منه في اكثر من مجال. الاحصائي بيقدر يستخدمه، المبرمج بيقدر يستخدمه، المهندس بيقدر يستخدمه، في شغلات كثير فيه. فعشان هيك يعني كنا في البداية يعني انه نروح لآر ولا نروح للبايثون. فيما شفنا هارفارد وشفنا شو النماذج اللي منزلتها او الموديل، فشفنا اللي هو برنامج الآر وتفرجنا على المقدمة تاعته، وغير انه برضو استخدمناه، يعني استخدمناه كأساسيات خلينا نحكي، مش انه استخدمناه كعلم بيانات. فعشان هيك كنا خلينا نروح اللي هو لبرنامج الآر. بالنسبة لصفحة الجهاز، يعني أكثر من ملاحظة، مش بس ملاحظتك، يعني أكثر من ملاحظة ورد اللي هي على الصفحة إنه مكتظة. لو كان اللي هي في خلينا نحكي يعني انتظام أكثر موجود، فإن شاء الله راح تشوفوا يعني إشي جديد. راح يكون في عندي اللي هي صفحة تصميم جديد، يعني بأخذ في عين الاعتبار انه يكون طالب اللي راح يفتحها، انه يكون باحث، انه يكون شخص جامعي مثلا محاضر في الجامعة، انه راح يكون في سهولة في التعامل مع هاي الصفحة. شكرا. بس في سؤال اخير، يعني في نماذج حية، سؤال هذا يمكن كررته المرة الفاتت، في نماذج حية لمؤسسات فلسطينية يعني استخدمت الداتا ساينس واستفادت فيها وأنتجت أكثر من مشروع في هذا الموضوع؟ في زي ما حكيت لك هذا الموضوع عندنا جديد، بس برا يعني في أشخاص من فلسطينية برا بيشتغلوا على هذا الموضوع، يعني لهم سنين بيشتغلوا على هذا الموضوع، وصار في علاقة بينه وبينهم. يعني حتى في خلينا نحكي إذا شفت المؤتمر اللي كان اللي هو كان في 20/10/2019 يوم الإحصاء العالمي. شهر 4 شهر 10 يعني. ايوه اللي هو اطلقنا فيه اللي هو برنامج فكر وتعلم والجمعيه ولا شو اسمه، اجى ناس حكوا عن اللي هي تطبيقات علم البيانات. يعني كان في عندي اثنين اذا متذكر. يا ريت احنا يضيفوا من ضمن البرنامج لو في مثلا مجموعه متميزه من الافراد اللي بيطلعوا من الدوره يروحوا يواكبوا، يعني يكون عملي فعلا عملي عند مثلا دول برا بتستخدم الداتا ساينس، او كل فتره انتم تستضيفوا واحد من اللي بيشتغل فعليا في الداتا ساينس ونحضر له احنا ويدينا خبرته، لانه دائما الخبره التعلم الورقي هذا والمحاضرات وغيره ما بتدي ما بتدي يعني الطريق صحيح، زي ما يكون واحد عنده خبره يقول لك لا اسلك الطريق هذا. يعني انا مثلا كمبرمج من الجامعه يمكن استفدت 30% دورات 20%، لكن الشغل العملي هو اللي وراني انه هذا الطريق صح وهذا الطريق غير صحيح. مزبوط. هو كان في الكراش كورس، ما كان اللي عندي 3 لقاءات اللي هي باستخدام الزوم، كان اللي هو راح يصير اللي هي وجه لوجه كان، وكان عندي يوم كامل. فكان في مجموعة من الأشخاص اشتغلوا على علم البيانات،
يعني هم علماء بيانات يعني زي عزهم هيك. إن شاء الله مرة جاي نستضيفهم هيك ونستفيد من تجربتهم ونصير نسألهم يعني. طبعا هاي راح أخذه يعني، كان مقترح إنه راح يكون في الكراش كورس كان، بس شفت الوضع يعني الكورونا اللي صار، فممكن إحنا نرتب يعني اللقاء مع واحد من اللي بيشتغل على علم البيانات. وحكيت لك إحنا اشتغلنا سابقا يعني لسه في مراحل نهائية ما خلصناش اللي هي على بيانات الزواج والطلاق. ويا ريت يعني لو يكون هذول في إمكانية إنهم يقدمونا مساعدات، يعني إحنا نقدر نتواصل معهم بشكل وقت ما نكون محتاجينهم، يعني نتواصل معهم عشان نستفيد من الخبرة اللي خاصة فيهم. وراح زي ما حكيت لك على البورتال راح تشوف ناس كثير موجودين. إن شاء الله خير. إن شاء شكرا الله. لك وبارك الله فيك. يعطيكم العافية. يعطيك. أي حدا عنده سؤال؟ الله يعافيك. يعطيك العافية. إيه بخصوص هلا احنا هذا اللقاء الثالث الصفي، هلا بالنسبة للكورس اللي عند هارفارد، امتى بده ينعمل الاكاونت لنا وكيف ندخل؟ انه مش عارف هل هو صحيح انه ندخل اول اشي فري وبعدها يتحول للسيرتيفيكيت لايسنس، لانه مش كل اشي مفعل، وهذا الحكي سألناه للأستاذ حسام. فما بدناش نفعله حاليا بدون وظائف وكذا وتصير بعض الاشكاليات، فبعرفش اذا في عندك كتاب عن الموضوع. لا هو قريبا جدا ان شاء الله راح يتم تسجيلكم في البرنامج زي ما حكينا، يعني راح تكون الجامعه العربيه الامريكيه يعني راح تدفع التعاون مع الجهاز، راح يدفع اللي هي تكلفه كل شخص للتسعه موديل موجود، فان شاء الله قريبا يعني زي ما حكى زميلنا حسام اللي هي قاعدين حاليا بننسق اللي هي مع جامعة هارفارد المسؤولة هناك على اساس انه العدد وكيف راح يتم دخولهم، يعني راح تعملوا كل واحد فيكم اكاونت وباسورد يدخل فيه ان شاء الله. هو بس اضافة بسيطة، انا يمكن سجلت في بعد محاضرة الدكتور حسام في جامعة هارفارد، يعني حتى لما ندخل على الار واقول بدال بقول لي مثلا هذا لعند 15/6 بعد هيك انت بتقدرش تطلع على الكورس غير لما يكون تدفع. فحتى انا سألت بعض الاشخاص قالوا لي لو كان الايميل نفسه اللي بتسجل في ايميل جامعة، يعني هو بقول لك لأي مؤسسة تابعة تعليمية او مؤسسة عادية، فبقول لي لو كان يعني نهايته .edu.bs او .edu يعني فيها .edu بكون هذا افضل للكورسات، يعني لو الجامعة العربية الامريكية مثلا سوي لنا ايميلات .edu لكل واحد والسجل لنا مثلا وتفعلوا انتوا هذه الحسابات كلياتها، بكون يعني حسب انا رأي الشخص يعني ما خطش في هذا الاشي، بقول لي افضل يكون بايميل في .edu. ما زي ما حكيت لك يعني قريبا جدا ان شاء الله راح يندفع، مش راح تحتاج لا يعني راح تستخدم تدخل بالايميل تاع يوزر نيم باسورد يا بايميلك يا حتى باستخدام الفيسبوك، حسابك على الفيسبوك تقدر تدخل على على هاي المواضيع تقدر. انا فعلت ايميلي لكن هو بقول لي بده يعني قال لي بده يعني مبلغ، يعني انتوا حتدفعوا بعدين واحنا نكون لا احنا راح ندفع قبل، احنا راح ندفع قبل وبعدين اللي هي راح يتم تسجيلكم. ما الدكتور حسام قال اطلعوا ادخلوا واطلعوا، عشان هيك احنا سوينا حسابات وبديت اطلع. اطلع بس بس انه يعني بقدر انك تتفرج اللي هي شيء المواضيع اللي موجوده، حتى اقول لك ممكن تحضر فيديو ممكن صحيح تجتاز. انا بقعد بحضر فيه يعني ممكن تجتاز مرحله من المراحل، يعني مثلا الار تجتازها بس انه ما بعطيك شهادة، ما بيسمح لك انك تجتاز حتى بديكش الامتحانات يعني تشوف. بس ان اطلب بدون شهاده بدون سيرتيفيكيت بدون شهاده لكن برضو فيش فيها شال موضوع الامتحانات عشان يعني فيش كويزز فيش كل هاي الامور كله شايلها كله شايلها مش راح تلكيها مزبوط لانه مش راح تاخذ شهاده، بس قريبا جدا بعرفش اذا زميلنا برضو حسام معنا برضو قريبا ان شاء الله راح يتم يعني تسجيلكم، لانه احنا كمان بدنا نسرع عرفت يعني، كمان احنا مستعجلين اكثر منكم ان شاء الله خير. ان شاء الله شكرا لك استاذنا. رباح اجى متاخر غياب الحضور ما اعرفش ممكن اني اسمع في مجال رباح في مجال دقيقه حسام تفضل. حسام يعطيك العافيه، يعطيكم العافيه جميعا زميلات وزملاء.
أنا سمعت اللي حكاه الأستاذ نائل بخصوص إنه يكون في نهاية حساب دوت إيديو. بعرفش من وين، يعني مين اللي حكى لك؟ هل هو أخذ دورة سابقاً ولا يعني بيكون أكيد حدا مجرب؟ إذا بتعرف لنا التفاصيل، لأنه إحنا حالياً بنتواصل مع الجامعة على كافة الترتيبات، يعني هل بدنا نسجلكم 50 مع بعض دفعة واحدة، ولا بدنا نسجل مثلاً أول يوم 20 أو 15، بعد 3-4 أيام نشوف كيف يمشي الوضع راح ناخذ كمان دفعة أخرى. كل هاي الترتيبات احنا بننسق فيها مع جامعة هارفارد وطبعا مع الجامعة العربية الأمريكية كشركاء رئيسيين في هذا التدريب. احنا بنحاول انه كل شيء يكون واضح من البداية علشان احنا كمؤسستين نقدر نتبع معاكم اول باول. بخصوص التسجيل في الحساب للانسيرتيفايد، انا زي ما حكيت في اللقاء الاول انه كل واحد بيقدر يسجل في الانسيرتيفايد، وأكيد كل واحد فينا عنده أكثر من حساب سواء جيميل أو فيسبوك أو غيره أو الإيميل الرسمي، خاصة أنه الشباب والصبايا اللي بيشتغلوا كمان بمؤسسات أكيد كل واحد فيهم إله الإيميل الرسمي. بس فكرة أنه موضوع دوت إيديو إذا كان في أي إشي في فاليو آدد للحساب اللي بيكون دوت إيديو، يعني هذا أكيد بيكون منيح. فإذا أستاذ نائل تستفسر لنا أكثر، بتشوف هل هذا الشخص شارك قبل هيك وشو المزايا لما بيكون دوت ايديو؟ يعطيك العافية أخ حسام. موضوع دوت ايديو هو حكى فيه شاب آخر، على كل حال أنا اللي سألت عن السيرتيفيكيت، بس صحيح اللي بيحكي فيه هو، بس إن شاء الله بخليه يحكي، ولكن هذا بيكون للأمور اللي هي بتكون مخصصة للطلاب. فيعني بدك تكون إنك طالب ملتحق في مؤسسة تعليمية. على كل حال موجود معي أنا إيميلي، موجود الإيميل الرسمي dot edu.vs، لأني بشتغل في الكلية العصرية الجامعية وطالب ماجستير في الجامعة العربية الأمريكية، برضو في عندي إيميل عندهم. ولكن اطلعت أنا على الكورس، يعني مش جايب أي خصم إذا أنت بتكون طالب أو كذا. فهو اللي بيحكي فيه إذا بيكون فعلا الكورس محطوط إنه في إله خصم إذا أنت بتكون لطالب. طبعاً دوت إيديو دوت بيكون ميزاته إنك أنت أكاديمي، طبعاً إما بتكون طالب أو بتكون إنستراكتور. بعرفش الشاب اللي حكى بجوز إذا بتفضل. أنا اللي حكيت فيه، أنا أحمد لصل اللي حكيت فيه، هو صحيح هو الشاب يعني حكى لي بالمنصات التعليمية بشكل عام، كل مكان إذا كان أنت بتسجل ويكون إيميلك دوت إيديو بتاخد مميزات أكتر، لأنه هو بيهتموا بالجانب الأكاديمي. أنا مش هو حكى هيك، بس مش إذا كان بدكم بستفسر منه أكتر من هيك، هو لأنه بيشتغل دكتور في جامعة فلسطين عندنا في قطاع غزة، وبستفسر معنه أكتر من هيك. تمام، يعني احنا بنتواصل مع الشخص المسؤول مباشرة في هارفارد، الشخص المسؤول عن التدريب، في تمبلتس، في يعني في كثير من القضايا، في تقارير، في إشي اسمه داشبورد كيف بدنا نتبع. كل هاي القضايا احنا بنحاول انها تكون واضحة قبل ما نبدأ. ولكن زي ما تفضل زميلي رباح، احنا بنحكي عن أيام، يعني ما بنحكي عن، يعني ما راح نرجع لكم بعد شهر أكيد. احنا بدنا نظلوا فريش في المواد اللي أخذتوها في ثلاث محاضرات. أكيد كل واحد فيكم فاتحت شهيته إنه يقرأ أكثر عن المواضيع اللي تم الحديث عنها، وإحنا متأكدين إنه يعني أنتوا كلكم عندكم التزام عالي. فإن شاء الله قريبا جدا بنشوف كافة الترتيبات، لأنه إحنا كمان عندنا شركاء الجامعة العربية الأمريكية في كل شيء له علاقة في هذا الكورس. يعطيكم العافية. الله يعافيك ويبارك فيك، شكرا لكم، يعطيكم العافية. في حدا كان بده يسأل؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. معلش، أول حاجة مشكور لجهودك. أنا بصراحة جيت متأخر شوي عفوا على المحاضرة، كان في عندي اجتماع في الشغل، وصلت متأخر فما بعرف إيش صار في أولها. فلحد الآن صراحة ما وصلنا أي فيديو مسجل للمحاضرات السابقة. عفوا، ممكن تفضل. شو اسمك؟ يوسف أبو سمرة. لانه انت بتظهر اسم دي بلو. لا، هذا شو اسمه على الايميل، وغيرته انا بصراحه عشان يظهر صحيح. تعامل نكنه لانه لسه ما تغير شكله. انت يوسف ابو سمره؟
صحيح، شكله الزوم اخذ من الاكونت الاسم وخزنه عنده، شكله شيء زي هيك. ندور عليك يا يوسف احنا. سيدي حياك الله، انا في الحضره موجود يعني. حياك الله. رباح ممكن استاذ رباح سمحت ممكن تاكد حضور ربيع ابو شمري؟ لان برضه جيت متاخر. ابو شمري ربيع ابو شمري موجود. سجلتك حضور، بس في عندي اللي سجلناهم ممكن اجوا بعدين. عندي اسلام حمارشي موجود، يعطيك العافيه موجود اسلام. عندي عبد الجواد عادل دعاس. طيب عندي محمود ستيتي، محمد حسين، مصطفى حسين، امجد ابو كميل، عند مصباح المدهون موجود. مصباح موجود، موجود. نرمين عودي، امل عطله، ايوه موجوده. آلاء الشروف، محمد رائد، محمد السمار موجود. موجود استاذ موجود. في عندي تسنيم حوشيه وطاهر ابو هربيد موجود. طاهر كان يوسف بيحكي شيء؟ عفوا يوسف كان بيحكي شيء؟ صحيح. يوسف. انا حكيت بالنسبه للفيديو الجزئيه الاولى من المحاضره الثالثه، انا ما حضرتها، طبعا حضرت الأولى والثانية كاملتين، ولكن المحاضرة هذه أولها يعني راح علي، فما بعرف. حكولنا إنه بدكم تحملونا الفيديوهات ونستلم لينك عشان إنه نعمله داونلود، ولو حابين نراجع أو شيء زي هيك. فمش عارف هل المحاضرات موجود مرفوعة في مكان معين واللينكات ما وصلتني، ولا لسه ما ارتفعت. سجل المحاضرة اليوم سجل، والمحاضرات السابقة تم تسجيلها وتم رفع حساب اي كلاود، وراح نزودكم في الرابط على اساس انه تعملوا لها ان شاء الله داونلود. موجودات على مجموعه الفيسبوك يعني هم. الشغله الاخيره الثانيه صحيح، انا مجموعه الفيسبوك قدمت طلب وما قبلني حدا لسه الان من كذا يوم. استاذ كمان بعد اذنك، انا سوف فلات معك طبعا. السلايدات اللي نفسهم تشرحوا منهم برضه، يعني مرات احنا بالقراءه بنكون اسرع من ان نحضر كل الفيديو المسجل للحلقه، يقدر نسترجع معلوماتنا سريعا من خلال السلايدات. فيريت برضو السلايدات تبعتوا لنا اياهم على الواتساب او على الفيسبوك، فيش مشكله ان شاء الله. لو سمحتوا بس جروب الفيسبوك احنا ما بنعرف فيه مين ومن وين، يعني ممكن تبعتوا لنا الرابط او حاجه زي هيك لو سمحتوا. بس بدي اقول انه مجموع الفيسبوك موجود على الواتساب، وانضم له مجموعه من الافراد، وكل السلايدات والفيديوهات موجوده فيه. يعني انتوا عملتوا المشاركين عملوا؟ لا لا، في من الجهاز المركز الإحصاء الفلسطيني هو المشرف عليه. يعني الحين بدي أفتح أوريك مين المسؤول. طبعا هو برايفت جروب يعني. نائل زيدان، نائل زيدان الأدمن. الدكتور خالد رباعة هو اللي عمل الجروب، موجود عليها حاليا 47. يعني بجوز اللي ضايلين 4 5. في حد مش موجود على جروب الواتساب؟ انا مش موجود. انا بحط الرابط ونضم لها، واذا بيسمح لنا الاستاذ فلاح ان نرفع السلايدز مباشره، او بتحب ترفعهم انت لانك بعثت لنا اياهم على الايميل؟ مزبوط بعثتهم، بس هاي نغلط. بعثوه على الجروب، بعثوه على الشات تاع الزوم. هلا بعثوه احد الاخوان رابط الفيسبوك المجموعه. وكمان في الاخت تسليم حوشي بتبعت لك انه هي موجوده، بس ميكروفون في مشكله صار طبعا. تسليم موجود. طيب ممكن بس في ولاء يعني. ابو الرب كمان موجوده او موجود، بس المايك مش شغال. مين المسؤول بس يا جماعه يقبل يقبل الطلبات على الجروب لو سمحت؟ هاي قبلتكم جاهزين التنين اللي طلبها. اوكي احنا زي ما حكينا شباب وصبايا، حكت معاكم المهندسه امل، موضوع الجروب للفيسبوك او لواتساب او لاي شيء اخر هو لاغراض تواصلكم. يعني احنا
هو مش من عنا احنا الادمن مش من عنا. احنا حكينا انه الجهاز والجامعه راح يكونوا ادمن للبورتال اللي راح قريبا ان شاء الله راح يوصلكم، البورتال اللي هو زي الموديل شبيه بالموديل في الجامعه الامريكيه. بس احنا بنستنى اي طريقه ترتقوها للتواصل احنا يعني زي ما حكت لكم زميلتنا امل ما عندنا مشكله فيها. تمام، هو الجروب اعتقد للتواصل السريع يعني بنشارك عليه الروابط اللي بتلزمنا يعني، بس لما تيجي البورتال راح نتابعها ما تقلقوا ان شاء الله. صحيح، لانه هو البورتال راح يكون كل شيء وكل الدوكيومنتس موجودات عليه، حساباتكم موجودات عليه وكل الفولو اب، لانه كمان لاحقا راح يكون في تقارير راح نعملها مع بعض اول باول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، في انتظاركم. في اي سؤال؟ ايمن تفاح بس حابب اسال عن شغله بالنسبه للتايم فريم للكورس. هلا على الايدكس حاطين انه على اساس سنه وخمس اشهر باستيميشن افورتس كل اسبوع تقريبا ثلاث ساعات. هلا ايش من ساعتين لثلاث ساعات؟ هلا احنا على اساس يعني معمول بلان الاستاذ حسام ورجانا اياها باول سيشن انه لاخر السنه بلاند انه نخلص الكورس. شو الاستيميشن افورتس بس المطلوب منا بالاسبوع؟ لانه انا موظف يعني وحابب بس اعرف قديش بدي احط افورتس على الكورس هذا خلال، لانه صار مضغوط الكورس بدل سنه وخمسة اشهر صار ست اشهر. هو عندك انت اعطاك الماكسيمم اللي هو سنه وخمس شهور، الماكسيمم اللي هي من ساعتين لثلاث في الاسبوع بتقدر تخلصه في سنه وخمس شهور. ممكن يزيد عدد الساعات طبعا، هذا زميلنا حسام ممكن برضه يجاوبكم على هذا السؤال، لأنه ممكن تأخذ الكورس في ست شهور. أما هو هون السؤال إنه إذا بدي بست شهور كم ساعة بدي أخصص، يعني استيميتد كم ساعة بدي أخصص من وقتي في الأسبوع على أساس أخلص بالوقت؟ هو المكان يعني في سبعة موديلز أو سبع كورسات من التسعة راح يكون كافي ثلاث أربع ساعات أسبوعيا، بس إحنا عشان كمان نكون يعني نشتغل بطريقة مهنية وراح تكون تناسب الجميع، احنا في تواصلنا مع هارفارد كمان حطيناهم بصورة تخصصات المشاركين، وانه في عنا بابليك سيكتور وبرايفت سيكتور وفي عنا الان امبلويد الى اخره، وبالتالي حطيناهم بصورة نوعية المشاركين وحتى وتخصصاتهم. وبنفس الوقت هذا البرنامج اللي عرضته عليكم هو مقترح، ورح نتشاور فيه قبل كل شيء، رح نتشاور فيه مع الجامعة ويعطونا هم فيدباك شو رأيهم بالفترة المقترحة من عنا. احنا مثلا مقدرين بانه اذا بدأنا بالاسبوع الرابع او الاسبوع الثالث من شهر ستة ننهي في نهاية العام، احنا هيك حطينا بروبوزل واخذنا الماكسيموم لعدد الساعات. يعني لما بيقول لك في الار بيسكس هو بيقول لك ساعة إلى ساعتين أسبوعياً لمدة 8 أسابيع، اللي فيكم شاف مش هيك؟ نعم صحيح. الأكثر شيء حاطين للماشين ليرنينج والكابستون أو صح؟ ماشين ليرنينج هي أكبر جزء، أكثر شيء لأنه هي فعلاً بدها وقت، فإحنا مثلاً معطينها شهر، هلا هي بجوز بدها أكثر. لما حكالك عن سنة وخمس شهور زي ما تفضل رباح، هو أنت بتأخذ راحتك فيها على الآخر، وخاصة إنها سيرتيفايد ومدفوعة ما في مشكلة. هلا احنا بدنا يعني بكره راح نتواصل مع الجامعه لانه في عده متابعات، احدها نعرض عليهم الجدول المقترح للتايم فريم للدوره، وراح ناخذ بملاحظاتهم، اي ملاحظه بيعطونا اياها الجامعه راح نعكسها على هذا التايم فريم. ممتاز، شكرا لك. شكرا شكرا لكم. يعطيك العافيه. أي سؤال ثاني؟ شكرا لك يا أستاذ ربيع ويعطيك العافية. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية وموفقين إن شاء الله. أستاذي بس نسأل اللقاء الجاي متى؟ لسه مش محدد يعني، بس لسه هسه ثلاث لقاءات عندنا، راح يتم إعلامكم إذا في لقاءات جديدة راح تكون. ماشي ماشي، يعطيك ألف عافية، شكرا لكم. الله يعافيك جميعا، يعطيكم العافية. شكرا لكم. بس سؤال بسيط، محمد سمار تفضل. اسمي موجود محمد سمار بس أتأكد موجود.
محمد سمع. محمد على ما أظن أسجلته محمد، بس أتأكد. آه موجود محمد. تمام شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. يعطيك العافية أهلا فيك. يعطيك العافية يا دكتور. يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم. يعطيك العافية. يعطيك العافية. الله يعافيكم.